السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حمدي أحمد. هنبتدي دلوقتي نعمل أنيميشن بسيط على الغراب بتاعنا. أول حاجة هبتدي أعملها في إن أنا هحرك الكور بتاع الغراب أو الأجزاء الكبيرة منه. يعني ممكن أجي في فريم واحد وأقول له أعمل لي كي من ترانسليت إكس لغاية روتيت زد، وأقول له رايت كليك واقول له كي سيلكت. وبكده انا عملت البوث الاولاني اللي انا هبتدي منه الحركه. ممكن اجي في فريم 30 واقول له نزل الغراب كده لتحت شويه وقدمه لي لقدام سنه بسيطه كده. وبكده انا قدرت اعمل انيميشن بسيط بالشكل ده. ممكن ابدا كده بعد كده ابتدي اعمل ايه، اجي في فريم زي فريم 60 كده مثلا، ممكن اجي اقول له ارفع لي الغراب سنه لفوق شويه. تمام. بعد كده لو مسكت السيركل اللي تحت اللي هي متحكمة في الغراب بتاعي بالكامل، طبعا هي حاليا مش واخدة اي انيميشن، ده الانيميشن اللي انا كنت مديه للاجزاء اللي من فوق. طيب هي السيركل دي اصلا بتتحكم في ايه؟ بتتحكم في الغراب ككل، يعني اي حركة فيها هتأثر على مكان الغراب بالكامل. يعني ممكن اجي في الفريم واحد اقول له كي سيلكتد، اجي في فريم 30 انا مش عايز لسه الغراب بتاعي يتحرك واقول له كي سيلكت. ممكن بعدها اجي في فريم 60 واقول له ابتدي طير لي الطائر بتاعي لفوق بالشكل ده، هو اوتوماتيك هيعمل اوتو كي. طب تعالوا كده نبص على الحركة بتاعتنا اللي احنا عملناها حتى الان. يعني الغراب بيوطي شوية، بعد كده بيبتدي يطير. مش ناقصنا غير الحركة بتاعت الاجنحة. هاجي كده عند الجناح ده وهلاحظ ان في بيرنت ما بينه وبين الجناح التاني. يعني لما اجي احرك الناحية ده او الجوينت دي، الجوينت التاني هيتحرك معاه. هاجي كده هقول له اول حاجة اعمل لي كي ليهم. بعد كده ممكن اجي في فريم 30 اعمل روتيشن كده بسيط، واجي في فريم 60 ابتدي اعمل روتيشن بالعكس بالشكل ده. نبص كده على الانيميشن بتاعنا، يعني معقول. هروح لفريم 70. اشمعنى رحت لفريم 70 ما روحتش لفريم 90؟ لان انا عايز اسرع من حركة الجناح بتاعي. فانا هاجي عند فريم 70 واقول له اعمل لي روتيت بالشكل ده، وهاجي عند فريم 80 واقول له اعمل لي روتيت للناحية التانية. هبتدي اخد كوبي من فريم 70 واعمل له بيست في فريم 90، واخد كوبي من فريم 80 واعمل له بيست في فريم 100. يعني بحاول احافظ على السايكل بتاعتي. هاخد كوبي من فريم 90 واعمل له بيست في فريم 110، واخد كوبي من فريم 100 واعمل له بيست في فريم 120. نبتدي نبص كده على شكل الانيميشن بتاعنا بشكل سريع. عند الطائر ابتدى يحرك جناحاته. نمسك الفريم بتاع الأرضية أو بتاع أو أمسك السيركل المتحكمة في الطائر بتاعي بالكامل ونشوف الحركة بتاعتها لغاية فريم 30. فالطائر ثابت مكانه، ممكن أبتدي أحركه لفوق شوية أو أجي عند فريم 120 وأقول له طير كده لفوق شوية بالشكل ده. تعالوا نبص كده مع بعض على الأنيميشن البسيط اللي احنا عملناه.
لو جينا عملنا زوم نبتدي نحرك الانيميشن تايم سلايدر، ممكن ندوس هنا بلاي، فهو الطائر بتاعي ابتدى ياخد حركة الطائرة او ابتدى يطير. ان شاء الله هنتكلم عن الانيميشن اكتر في الحلقات الجاية، فتابعوا معانا.